تجديد في قضية ما يعرف بغزوة المطار، الأحداث اللي شهدها مطار تونس قرطاج الدولي من قبل سيف الدين مخلوف وبعض نواب كتلة ائتلاف الكرامة على خلفية مسافرة تم منعها من السفر بسبب إجراء الاس دي سيت، وهو الدخل وعمل بلبلة كبيرة برشا في مطار تونس قرطاج الدولي. هذه الحادثة كانت لها تداعيات خطيرة، وشفنا تصريحات يعني تحذر من خطورة ما أتاه سيف الدين مخلوف. اليوم تحرك احتجاجي كبير في تونس العاصمة للمطالبة برفع الحصانة عن النائب سيف الدين مخلوف على خلفية هذه الأحداث، وين نظمت نقابة الأمن الجمهوري تحرك احتجاجي قدام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة للمطالبة برفع الحصانة على النائب سيف الدين مخلوف على خلفية التجاوزات الخطيرة اللي قام بها في مطار تونس قرطاج الدولي، وللتنديد زادا بأنه ما حضرش لدى وكيل الجمهورية لسماعه فيما يعرف بأحداث المطار أو غزوة المطار. كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري محمد علي الرزقي ندد بعدم حضور سيف الدين مخلوف لدى وكيل الجمهورية لسماعه في هذه القضية، واعتبر أنه مخلوف لازم تم رفع الحصن عليه ومحاكمته كما أي مواطن تونسي. الجمهوري التونسي، نحن اليوم في وقفة احتجاجية سلمية ضد سيف الدين مخلوف كنائب مجلس النواب، نريد رفع الحصانة عليه للتجاوزات العديدة التي قام بها وأخيرها في المطار كما تعلمون، اللي صارت تجاوزات كثيرة برشا ضد الشعب التونسي، وشفنا كيفاش تجاوزاته معناتها قاعدة تتمادى من مكان إلى مكان، ومازال قاعد يساعد في التجاوزات بتاعه، وتحدى جميع السلطات، هو يتحدى في جميع السلطات، ونحن نطالب السلطات بتنفيذ القانون. نحن اليوم نطالب السلطات، جميع السلطات كلها، باش تنفذ القانون وترفع عليه الحصانة. كما أكد محمد علي الرزقي فأن هناك تصعيد في هذه القضية وقرارات ستكون مزلزلة ضد النائب سيف الدين مخلوف بعد تكاتف جميع الأطراف ضده. ما زلنا في متابعة للموضوع، ما تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديو القادم.